لا هذا نفس الشيء اللي قالوا على ديك 2500 درهم. جات الحكومة شدت برامج ديال الدعم الاجتماعي اللي كانت ديال دعم الأراميل ديال الدعم ديال مليون محفظة وديال الأوراش وديال الفرصة، جمعتها في واحد الصندوق وغتوزعها على واحد الأسر اللي غتكون قل من الأسر اللي كانت كتستافد، وبناء على السجل الاجتماعي اللي بعدا في التغطية الصحية ما عطاش الأكل ديالو بزاف ديال الأسر اللي تحرمات، نخشى أن حتى هاد الدعم الاجتماعي غادي يستافدوا واحد الأقلية. لكن في الشعارات كيقولوا بأن جميع نجلات الملك كان واضح جميع الطبقات الفقيرة والهشة، والطبقات الهشة والفقيرة راه في كورونا بيناتنا كاين 4 مليون أسرة، دونك إلا ضربناها في واحد 4 في الآخر واحد 16 ولا 20 مليون فرد اللي خصها تستافد إلا مشينا طبقا على الخطاب الملكي. ولكن باش يبقاو يتحايلوا في المعايير ديال الاستفادة ويديروا لنا واحد 900 ألف ولا مليون يقول لك راه حنا الطبقة الفقيرة والهشة كل سنة، هذا غير مقبول. رغم داكشي حنا بحسن نيه ننتظر شحال ديال الاسر غادي تستافد. بالمقابل دعموا يعني ما رفضوا بعض الضرائب اللي قلنا يتفرضوا على شركات كبرى اللي عندها احتكار وعندها ارباح كبيره تتجاوز 50 مليون ديال الدرهم، وما يمكنش واحد كيربح 50 مليون ديال الدرهم نديروا بحالو بحال اللي كيربح 5 مليون ديال الدرهم. انا هذوك الطبقات قلنا يعطيو واحد الان بورسون يعني واحد 1% وتوجه نحو دوك الشباب العاطلين اللي كيتخرجوا كيشدوا الدبلومات، نبقاو نعطيهم واحد المنحه لمده 6 اشهر ديال واحد 1000 درهم باش يبحثوا على الشغل. رفضات الحكومه هادشي. نجيو للطبقه المتوسطه ولو اجراء واحد لصالح الطبقه المتوسطه، حنا المعارضه ومن المفروض في الاصلاح الضريبي اللي كاين من المفروض والحوار الاجتماعي كالتزام ديال الحكومه مع النقابات على اساس هاد السنه ديال 2023 ماشي 24 يكون تخفيض على الضريبة على الدخل. كنا كننتظروا يجيو في 24 ما جابوهش، قدمناه كتعديل رفضوه. يعني اليوم من يدعمه من بعض الاجراءات اللي دارت بالنسبه في السنه الماضيه ديال الضرائب على الشركات، شحال دخلنا منها؟ دخلنا منها 300 مليون ديال الدرهم. في المقابل ديال الاجراء دخلنا 1.3 الضريبه ديال الاجراء 1.3 مليار، والضريبه الغير مباشره او ديال 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 التفيه دخلنا 2.5 يعني 4 المليار ديال الدرهم، بالمقابل الشركه 300 مليون ديال الدرهم. يعني اليوم الطبقه المتوسطه هي اصبحت من تساهم في الصناديق وتغني الاغنياء وتفقر الفقراء، وهذا هو الاختلاف ديالنا الجوهري. بالنسبه كذلك لبعض المقترحات اللي اعطينا ديال رفع يعني واحد الرسم ديال مقالع الرمال البحريه اللي ما كيكلفوا حتى استثمار، يعني كتلقى واحد عنده واحد 6 هكتارات في جنب البحر كيكري واحد لونجا ماشي حتى ديالو، كتجي وكتعمر الرمله وكتمشي. هذا ما يمكنش نقارنوه مع واحد المقلع ديال الرمال اللي داير استثمارات ودير كونكاسور ودير الاخر. قلنا هادو خصهم يكون رفضت كذلك الحكومه. حنا كنوريها منين تجيب الفلوس وهي حاقره على الطبقه والاجراء، لان ساهل باش نجيب، لان هادو كتقطع من لاسورس غادي يدو غادي يدخل فلوس ديال 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 الضرائب وتدعم خزينه الدوله من فلوس ديال الموظفين وديال الاجراء. انا اظن ان اليوم هناك وعي في الوسط ديال التعليم كبير، كتاثروا اولا بان المواكبه الاعلاميه الكبيره لهذا الموضوع، القراءه المتانيه اللي كانت للنقابات او التنسيقيات للنظام الاساسي، المضامين ديال النظام الاساسي اللي كانت جزء منها غير منصفه ولكن اكثر من انها منصفه انها كانت مستفزه، نظام العقوبات ونظام الاجازات ونظام وكله ونظام المهام اللي كيتقل الكاهل ديال التعليم بدون اي اعتراف بالمجهودات الكبيره التي يقوموا بها. فبالتالي اليوم ما انا ما كنظنش ان المداخلات اللي تدارت هي غتاجج اكثر من ان الناس غتستوعب بان ما كايناش الجديه في التعامل مع 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 الموضوع، كاين ربح الوقت وما كاينش استعداد لتوفير الامكانات الماليه اللي خاصها القطاع والابداع الفكري اللي خاصه في التعاطي مع هذه الفئه. وكاين ثلاثه تعديلات اللي تقبلت مشتركه مع الاغلبيه ديال اللجنه، هما اللي كيهموا هذاك الشيء ديال الماء، الطيفيه ديال الماء، وكيهم الطيفيه ديال التراموي وديال النقل الحضاري. وهذا كذلك من اساليب ديال الحكومه كتجيب لنا واحد المشكل صغير اللي ما غاديش يكون يعني عنده واحد الدعم كبير بالنسبه للدوله، ولكن هذوك الطبقات غادي تقيسهم الطبقات الفقيره وكتخلي لنا النقاش وكتحصرنا ارايا هذه المعارضه غير تقبلنا الحكومه تبقى في الاخر. يعني كتقولي لا درتوا معنا التعادل، راه ما تقولها حتى شي واحد ولا تهضروش على شي حاجه اخرى،
ودائما تقوم بهذا الشيء. ديك المره كتجيب لنا ديال المحامون ولهات كل شيء في هذا الاقر. اليوم جات ديال الموضوع هي عارفه ما غاديش تزيد لان ما غاديش تشكلها مداخل ولكن غادي تاثر على المواطن والاحتجاجات اللي كانت قبل. الحكومه جات وقالت لهم احنا تفاعلنا معكم والمعارضه اللي قدمت تعديلات والاغلبيه احنا اليوم نقصنا ديال التفية كانت 7 وداك الشيء كله يعني تحايل والتلاعب بالارقام. لكن الحقيقه ان الحكومه كتلهينا تلهي الشعب المغرب ما احنا كمعارضه ما لهتناش وقدمنا تعديلات كتلهي الشعب بان هذيك الضريبه على الدخل بلا ما تهضروا عليها نضربوا دوك الاغنياء اللي الاخر بلا ما تهضروا عليهم نضربوا الشركات الكبرى بلا ما تهضروا عليهم. وفي التالي كتقول لك شوف ملي غنجيو التعادل معاكم مع المعارضه ومع المواطن راه احنا رابحين. بالنسبه للقانون الماليه احنا بالنسبه لنا الامر واضح. اثناء المناقشه ديال القانون الماليه قدمنا 160 تعديل كتهم القدره الشرائيه للمواطنين والمواطن الحمايه ديالها كتهم الطبقات المتوسطه. ايضا اعتبرنا بان الحكومه غير 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 جاده ايضا في التوجه نحو ملف الحمايه الاجتماعيه لان البرامج اللي كتقترحها الحكومه كتقترحها مضاده لهذا الشعار. وكندل على ذلك ايضا عدم التفاعل حتى مع التعديلات اللي تقدمت وتشبت بالتفسير الاحادي لكل الاجراءات اللي تقوم بها اليوم بالاجراءات الضريبيه الكبيره والمتسعه. الحكومة كتجهز على المطبخ المغربي كتقدر القدرة الشرائية المغاربة غير قادرون المغاربة اليوم المستقبل غادي على الشراء الآن. وحتى ذاك المتنفس الضريبي اللي ممكن عند الميزانية العامة في السنوات القادمة غيسالي بسرعة. إذا إلا استنفدنا الدين الخارجي اللي احنا مقبلين عليه بنها واستنفدنا العملية فبحال إلا الحكومة كتقوم بحال هي بوحدها اللي غتحكم وغادي ينتهي العالم في 2026. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.